مشاهدينا، وحول البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن عملية اختيار رئيس الجمهورية، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. توقعتم قبل اختيار رئيس الجمهورية أن ينتهي الصراع الذي استمر عام كامل بتسويات بين الأحزاب، ما الذي أوصلكم إلى هذه القناعة؟ هل هي فعلا حتمية الطريق الذي سارت إليه وبدأته حكومات الاحتلال؟ بداية تحية لجنابك الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين الأكارم. ببساطة لأن النظام السياسي في العراق هو نظام قائم على المحاصصة الطائفية والإثنية، هذا النظام فرضه المحتل الأمريكي والإيراني، وهؤلاء هم المتحكمون بشكل الحكومات التي مرت والتي تمر وستمر على العراق. أمريكا وإيران هما من وضعا قواعد اللعبة العملية السياسية في العراق، وكل من يريد أن يدخل ضمن هذه اللعبة فهو بالضرورة سيكون موافق على قواعدها، بمعنى أن لهذا النظام محددات لا يمكن تجاوزها، وهي وضعت لتخدم مصالح أمريكا وإيران، وهذه الحقيقة التي أصبحت مكشوفة للعراق، الذي العراقيين جميعا بيّنوا موقفهم من العملية السياسية من خلال مقاطعة من الانتخابات، وبيّنوا أيضا موقفهم أيضا برفض الاحتلال الأمريكي والإيراني وتواجدهم في العراق، ولذلك كانت صيحات المتظاهرين ضد أمريكا وإيران واضحة. ثانيا، مواقف هيئة علماء المسلمين وفهمها للواقع المرير بعد الاحتلال يجعلها ترى الأمور بوضوح ولا تتأثر بالغبار أو الضباب الذي يثار عمدا لخداع الناس والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى المعلومات التي تحصل عليها هيئة علماء المسلمين من خلال مصادرها. كل ذلك يجعل موقف الهيئة صحيح ورؤيتها صحيحة، ولذلك التسويات كانت نتيجة حتمية لكل مخرجات العملية السياسية بعيد عن نتائج الانتخابات. وبالمناسبة في أوج سيطرة مقتدى الصدر على الأوضاع قبل أشهر كانت هناك تصريحات لمسؤول القسم السياسي في الهيئة بأن مقتدى الصدر سيتراجع وسيسلم الإطار الحكم بكامله، وهذا هو ما حصل بعد قبل أيام قليل. نعم، أين تقف وما هو وزن التدخلات الدولية من هذه التسوية التي أوصلت عبد اللطيف رشيد إلى منصب رئيس الجمهورية؟ التدخلات واضحة ولكنها للأسف ليست بصالح العراق ولا الشعب العراقي، وإنما لصالح الأحزاب الفاسدة وميليشيات التي هي بالأصل تنفذ كل التوجيهات الأمريكية والإيرانية التي تضرب العراق والشعب العراقي. وقد كانت التدخلات واضحة من خلال لقاء السفير الإيراني بعبد اللطيف الرئيس الجديد قبل حتى أن يدخل قصر الرئاسي، وهذه إشارة واضحة بأنهم هم من جاءوا به وهم من سيكون المتحكم به مستقبلا. وأيضا كانت التدخلات واضحة أيضا من إحاطة ممثلة الأمم المتحدة في العراق بالأسقار عندما قررت عدة مرات أن الأحزاب السياسية هي مع إقرارها سبب المشكلة في العراق وأنها تأتمر بأوامر خارجية على حساب العراق، ومع ذلك تصرح بكل وقاحة أن هذه الأحزاب هي التي عليها أن تقود البلاد وعليها أن ترضخ لقضية التسوية فيما بينها من خلال تقاسم المناصب وتقاسم ثروات العراق، وهذا يعني أنه حتى الراعي الدولي لا يعترف بالنتائج الانتخابات، ولذلك دفعوا بأن يكون الخاسر هو من يشكل الحكومة مثل ما فعلوا عام 2010 عندما استبعدت الكتلة الفائزة بالانتخابات وجيء بحزب الدعوة بنور المالكي كي يشكل الانتخابات. فإذا لا قيمة لا للانتخابات بوجود الشريك الدولي الذي هو المحتل الأمريكي والإيراني الذي سيطر على العملية السياسية ومخرجاته. طيب الآن، هل تعتقد أن الأحزاب التي أجرت هذه التسويات فيما بينها للوصول إلى اختيار رئيس الجمهورية، هل تعتقد أنها قادرة اليوم على التوافق على تقاسم المناصب فيما بينها على نحو سيرضيها جميعا، أم أن التكتل الذي جمعهم ستظهر هشاشته عند أي منعطف أو أول منعطف؟ لا شك أنهم سيخضعون لقضية التسوية، وتعتبر خيرات العراق هي مغانم بالنسبة لهؤلاء الأحزاب يستحلونها من خلال الانتخابات، فهي فرصتهم للسرقة، وهم سائرون بترضية الجميع حتى وإن كانوا مجبرين. ولكن القسمة ستكون في بدايتها عسيرة بعض الشيء، وهذا ما ظهر خلال يعني الساعات الماضية. هناك خلاف، وكان المعلن أن تشكل حكومة السوداني اليوم لكن أجلت بسبب
الخلافات على المغانم، مغانم العراق، ولكن لا يعني أنهم سيرضون، بل أن التربص والابتزاز هو الوسيلة التي سيستخدمونها فيما بينهم، لأن الجميع هم سراق، لأن الجميع هم مشتركون في حرمان الشعب العراقي من ثرواته. واليوم مقتدى الصدر كان تصريحاته واضحة بأن كل من يحمل السلاح أو يشكل جماعات مسلحة ضد النظام الموجود فهو ليس منه. هذا معنى أنه يشير هناك إشارات أنه يجب أن ترضون التيار الصدري بالكعك التي ستتقاسمونها فيما بينكم أيها الأحزاب. ولذلك هذه إشارات إلى أن الأوضاع ستكون قابلة للانفجار في أي لحظة، لأنهم كلهم كما يسميهم الشعب العراقي حرامية، فالقسمة مهما تراضوا ستنفجر في الآخر وستعود عليهم مرة أخرى سلبية. في هذه النقطة بالتحديد، غياب التيار الصدري الذي ملأ الفضاء السياسي والإعلامي والشعبي بتهديداته وتصريحاته الفترة الماضية، أين هو من توزيع الغنائم التي ذكرتها الآن؟ التيار الصدري قطعا هو أيضا أداة بيد أمريكا وإيران، وهم يتحكمون به كما يتحكمون بالأحزاب الأخرى. وهو من أكثر الناس حرصا على العملية السياسية، وقد انتشلها عدة مرات بالقمع والخداع والقتل والترهيب، وأكثر من يعلم ذلك هم ثوار تشرين والقبعات الزرقية، وصمة عار تلاحق التيار الصدري مهما حاول أن يجمل صورته. التيار الصدري إحنا لا ننسى أنه أخذ غنيمته سلفا، هناك ما يقرب من 20 مليار دولار ذهبت ولا أحد يعلم أين صرفت تحت مسمى الأمن الغذائي الطارئ والتنمية الطارئة خلال الأشهر الماضية. تم اختلاسها وإقرارها بالبرلمان عندما كان التيار الصدري هو له الأغلبية في البرلمان، ثم بعد ذلك سحب نوابه وأعطوا استقالتهم، فكانت هناك هذه المليارات سرقت تحت وصاية سلطة الكاظم والتيار الصدري. وننتظر كي نرى ماذا أعطي للصدر من مغانم أخرى في تسليمه السلطة للإيطالي، لأن الجميع يعترف ويقر بأن المناصب بالعراق هي في المزاد العلني، تريد منصب تدفع ملايين الدولارات، فهذا الوضع، وسيتبين ستنكشف الحقائق لاحقا ماذا أخذ الصدر مقابل تسليم السلطة بمجملها إلى الإطار ثم سكوته هو نوابه على هذا الأمر. نعم، سنعرف ما هو الثمن، لكن السؤال هنا، يعني ذكرتم في البيان أنه أكدت الهيئة أن تولي الإطار التنسيقي مهمة تشكيل الحكومة يدخل الجميع في دائرة التناقضات بما فيها مرجعية النجف، ما المقصود بدائرة التناقضات؟ التناقضات حقيقة بالآراء كثيرة، ووقع فيها كل من شارك بالعملية السياسية وأيد العملية السياسية. فمثلا مرجعية النجف كانت تقول بأنها لها الكلمة الفصل، وكان يروج لهذا الأمر لأن هي من تختار الحكومات ومن تختار الأشخاص وهي من تؤيد العملية السياسية ومن تدعو الانتخابات، وهي نفسها هذه المرجعية قالت وصرحت عدة مرات بأن المجرب لا يجرب، بمعنى أنه لا يمكن أن يؤتى بشخص وحزب قد فشل في إدارة الدولة ويسلم إدارة الدولة من جديد. هذا كله كلام قالت، ولكن الآن نجد أن حزب الدعوة الذي فشل تقريبا على مدار عقدين من الزمن، هو كان يحكم سيطرته وقد أدار البلاد على مدار العقدين من الزمن، لكننا لا نجد أين هذه الكلمات وأين المجرب لا يجرب وأين لا تنتخب الفاسدين، فكل ما موجود في السلطة والآن يمسكون بالسلطة هم فاسدون ومجربون وقد ثبت فشلهم، لكن نجد أن المرجعية صامتة، بل إن هناك مؤشرات تقول إنها تؤيد ما يجري، فإذا التناقض واضح جدا، لماذا هي تقول المجرب لا يجرب ثم تصمت، ولماذا يوضع بأن هي من صاحبة القرار هذه الهالة الكبيرة. إذن التناقض هذا من جانب، التناقض الآخر كل المتسلطين اليوم كانوا يتكلمون بأنهم جاءوا للتغيير وتنفيذ رغبة ثوار تشرين، الآن هم لا يعرفون شيء اسمه ثوار تشرين، ثوارها بل إن سيوفهم حادة على الثوار، ومتوقع أن تخرج مظاهرات في الأيام القادمة، وهناك توقع كبير بأن تقمع قمعا شديدا لهذه التظاهرات، فالتناقضات في كل الجوانب موجودة. من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لك.